كيف كتعرف ان هاد الديباناج باش نخليه في المصطلح يفهموه هو المفهوم ديالو لغويا، وهو قطاع المركب، قطاع هذا قطاع الاغاثه وقطر المركبات، قطاع الاغاثه وقطر المركبات، هذا هو المفهوم ديالو في الوزاره الوصيه كاسم كاسم تقني، واللي كيعرفوه المغاربه بصفه عامه وهو الديباناج. ملي كنتكلموا على الديباناج وهو واحد القطاع اللي عنده واحد العدد ديال 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 الاعمال، كيشتغل مع الامن، كيشتغل مع في طرق السيار، كيشتغل مع الدرك الملكي، كيشتغل في القطاع الحر لاسيرونس مع المواطن بصفه عامه. كل واحد عنده اشكاليه في السياره ديالو يمكن له يتواصل مع الشركه ديال الديباناج. حنا نتكلموا على 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 جماعه الدار البيضاء والاشكال اللي وقع لنا كديباناج مع جماعه الدار البيضاء. جماعه الدار البيضاء هي واحد الجماعه ما واخداش بعين الاعتبار ان الديباناج شريك في السير والجولان. الجماعه عندها واحد المفهوم بان هذا الديباناج خدام مع البوليس، مع العلم ان اللي كيسير والمسؤول الاول على السير والجولان داخل الدار البيضاء الكبرى وهي جماعه الدار البيضاء. كيبقى الناس ديال الامن ما هم الا واحد المنظومه اللي هي كتنفذ المخالفات وكتحرر المخالفات، وبناء على هذوك المخالفات الا كانت كتطلب ان هذيك السياره تمشي للمحجز، هذيك في ديك الحاله عادي يجي الدور ديال شاحنه الاغاثه وقطر المركبات هي الديباناج. وهنا خاصنا نصحوا المفهوم تاع المغاربه، لان واحد المغاربه كيقولوا الديباناج ديال الطوموبيل ديالي. الديباناج هو الديباناج لا علاقه بواحد المقاوله اللي هي خاصه، ما عندها علاقه بان تدير لك الطوموبيل ديالك، وما عندهاش الحق ان تدير لك الطوموبيل ديالك من مديتها راسها. ان الديباناج اللي خدام مع الامن بالخصوص، كنتكلموا على الناس ديال الامن، ان هذا الديباناج وهو كيخدم بناء على تعليمات ديال الامن، بناء على السياره اللي هي مخالفه او اللي هي كتطلب تمشي للمحجز. هذيك الساعه كيمكن له هذاك الديباناج يتم القطر ديال هذيك السياره ويديها للمحجز. هنا كيجي الدور ديال الجماعه. ما هو دور ديال الجماعه؟ الجماعه وهي اولا المسؤول الاول على السير والجولان وعلى تنظيم السير والجولان، ومسؤوله على التنظيم ديال كيفيه الاشتغال ديال هاد الناس ديال الديباناج باش يمكن لهم يخدموا في اريحيه، باش يمكن لهم يساهموا في الجوده ديال الخدمات، باش لان شكون مسؤول عن 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 المواطنين بصفه عامه البيضاويين؟ هي جماعه الدار البيضاء اللي صوتوا عليها. هنا إذا كتقول الجامعة أنها تطلب بأن هذا الديباناج يكون في المستوى ديال الخدمات، في المستوى ديال البيضاويين، خصها تكون أولا تآمن بفكرة أن كاين شريك وهو الديباناج. مش أنت ما مآمنش بفكرة أنك يقولوا هادوك خدامينها مع البوليس. كيفاش خدامين مع البوليس؟ أنت المسؤول الأول وكتقول هاد الناس خدامين مع البوليس. غادي نجيو علاش كنقول؟ حيت باللي كنجيو كنطالبوهم بالمستحقات ديالنا كديباناج. باللي كنتكلموا اولا كنتكلموا على التسعيره، كنتكلموا على الاعمال النظاميه، كنتكلموا على الوضعيه ديال المحاجز، كنتكلموا على الكيفيه ديال الاستخلاص ديال السيارات اللي هما كنسهروا عليهم واحد العدد ديال 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 ديال, ديال, ديال كنضربوا عليهم واحد العدد ديال التمارة باش نشرحوا ونبسطوا الامور. مول ديباناج كيضرب تمارة على واحد السياره وكيديها للمحجز، وهذيك السياره ما كتلقاش اهتمام من الجماعه وكتبقى في المحجز حتى كتولي افراي. ملي كتولي افراي كتبيعها لي زافيرايور. هنا كتقول لك ما عندكش الحق انك تستخلص الواجب ديال هذاك الاتعاب. الا يعقل ان انا هاد مول ديباناج بناء على تعليمات ديال الامن قطر هذيك السياره للمحجز وضعها، خسر عليها كاين شيفور، كاين معاون، كاين سياره، كاين اسيرونس، كاين تامين، كاين فحص، كاين لا سينيسيس ديال الخدامه، كاين اجر ديال الخدامه، كاين غازوال، كاين هذا، وكاين مسافه اللي هي كتستغرق باش توصلها للمحجز، كتوضعها في المحجز ومسؤول على الوضعيه ديالها لانك دير جداده ومسؤوله هي على الوضعيه ديال هذيك السياره. ومن بعد ملي كتولي افيري كيقول لك ما عندكش الحق انك تستخلص واجب القطر من الجماعه او لا من اللي شرى السياره من المحجز. هذا غير معقول. هذه راه مقاولات اللي هي رابح رابح. ما يمكنش انك نتكلموا
على انك الجامعه كتقول لك ما عنديش اطار قانوني، والقانون راه كيجي من 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 الاشخاص اللي هما خاصهم يجتهدوا ويديروا قانون. خص دار مسطره في الجامعه ودير دوريه، دير دوره وتاثر وتنظم كيفاش يستخلصوا هاد المهنيين الواجبات ديالهم في اطار القانون، ماشي شي حاجه خارج القانون. اولا الجامعه ما مواكباش، ثانيا كتجهل المسؤوليه ديال السير والجوالان، ثالثا كتسهل كتهمل المحاجز. الا جيتوا للمحاجز ودرتوا واحد الرؤيه المحاجز، راه من العيب انا ما كنتكلمش انا كمول ديباناج او لك انا غبي مسؤول على الديباناج، كنتكلم انا كبيضاوي السياره ديالي مشات للمحجز. واش هذا، واش هذا يليق بالبيضاويين ان هذه المحاجز؟ شوفوا المحاجز ديال 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 البرنوصي، شوفوا المحاجز ديال سيدي مومن، شوفوا المحاجز ديال سباتة، شوفوا المحاجز ديال 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 ونقولوا حتى بلي بغا دار واحد المبادره غادي يجيو ليها من بعد. هنا السيارات اللي وصلنا للوضعيه ان سياره فوق سياره، هل يعقل انا واحد النهار انا كنت انا وقع لي ما وقع كبيضاوي، وقع لي ما وقع السياره ديالي مشات للمحجز، وقع لي ما وقع مشيت للمعتقل كاع ودوس ما دوس بلي نجي نبغي السياره ديالي نلقاها متهالكه في وضعيه لا يرتى لها. هنا خاصنا نكونوا نامنوا بالقانون، الجميع سواسية امام القانون. ايه الانسان بلي كيخطا كيخضع للمسطره القانونيه، ولكن الممتلكات ديالو خاصها تبقى محترمه بناء على قانون ودستور كاين في البلاد. الوضعيه ديال الجامعات على المستوى الوطني كاين اهمال ديال عدم المسؤوليه ديال الجامعات بهذا الشيء ديال المحاجز وبالقطر ديال السيارات ديال المواطنين وبهذا الديباناج بصفه عامه. وزاره الداخليه دارت واحد المراسله لجميع الجامعات على مستوى التراب الوطني على اساس خاصهم يبداو يشتغلوا في اطار التدبير المفوض بناء على دفتر التحملات. دفتر التحملات اعطاتهم واحد المشروع بالاستئناس، مشروع من وزاره الداخليه من اجل الاستئناس بحال قلتي بغي يعاونوهم باش يمكن لهم يشتغلوا على واحد المشروع ديال دفتر التحملات. هنا دفتر التحملات نرجعوا لدفتر التحملات اللي بغا ديروا الناس ديال جامعه الدار البيضاء، هو هذا المشروع. هذا المشروع بلي كنت نقول لك علاش اولا الجامعه ما واخداش هادشي بالمعقول، كنقولوا بالمعقول. اولا كاين شركاء في السير والجوالان، كاين الامن، كاين الجامعه، كاين وزاره الداخليه اللي هي ممثله في ولايه الدار البيضاء كورا السيد الوالي، وكاين ديباناج كشركات اللي هي قائمه الذات اللي هي كتساير الوضعيه. كنلقاو الجماعه راسلت جميع هاد الشركاء، مع العلم ان الشريك المهم الديباناج ما بغاش راسلو باش يمكن ليه يناقش معها البنود ديال دفتر التحملات. حنا كمبادره باش يمكن لينا نوعيو الجماعه بالخطا ديالها راسلناها على اساس ان راه الوضعيه ديال المحاجز راه لا يرتى لها، الواجبات ديال الاستخلاص راه ما يمكنش تبقاو تجاهلونا في هذا الشيء ديال الاستخلاص ديال البيع، خاصكم تسرعوا البيع، خاصكم تنظموا حتى لهاد المحاجز ديال القرب، وما بينها خاصكم تناقشوا معنا مشروع ديال دفتر التحملات اللي هو كتناقشوه بوحدكم في الغياب ديالنا حنا، لان حنا المهمين، الدور مهم كالناس ديال الامن، لان حنا المسؤولين على السياره من البدايه ديالها حتى المحجز حتى الخروج ديالها باش يستسلمها المواطن. هذه راه ماشي سهله انك كتقطر واحد السياره وكتحملها بناء على ديك الجوج هذا وكديها للمحجز، وكتبقى داك السيد اللي هو مسؤول ديال امور السياره كيبقى متابعك الى وقعت لهذيك السياره بناء على الجوده، داكشي اللي في الجوده الى تلقات شي حاجه من غير داكشي اللي مكتوب في الجوده يمكنك دير معاه محضر ديال المعاينه وكذا وكذا. هنا حتى كيستلم السياره ديالو ويخرجها، شكون المسؤول المهم؟ وهو مول ديباناج. كنقولوا لهم اودي خاصكم تناقشوا معنا هذا المشروع ديال دفتر التحملات، فيه واحد العدد ديال الاجراءات بما فيهم اللي حنا كنعيبوا عليهم في هذا الشيء في هذا. اولا الديباناج مازال في مراحل اوليه لانه كان قطاع خاص، حاليا اصبح قطاع كيدير الغير، النقل الغير، دابا اللي اصبح عنده الصلاحيه انه مع الوزاره الوصيه.
ان درنا واحد دفتر التحملات ما كانش عنده دفتر التحملات اصلا حتى في التنظيم ديالو كنقولوا الحاله المداريه ديالو كديباناج ما كانش عنده دفتر التحملات. الله سبحانه عنده دفتر التحملات. كنقول لهم بناء على الوضعيه ديال دفتر التحملات ديال الوزاره خاصكم تناقشوا مع المهنيين الوضعيه ديال ديباناج. اول اللاج ديال ديباناج العمر ديال ديباناج شنو هما الديباناجات اللي هما موجودين في الدار البيضاء اللي غيكون لهم يشاركوا الشركات اللي غادي يقدروا يشاركوا الكيفيه ديال المشاركه المهنيين اللي كنتكلموا على السائق والمعاون واش عنده بطاقه مهنيه ولا ما عندوش واش عنده مستوى دراسي ولا ما عندوش. هنا جينا لقينا هاد الناس هادو ديال الجماعه كيطالبوا السائقين مطالبه ديال مستوى دراسي مع العلم ان هاد المهنيين هاد السائقين بيجينا كنديروا الدراسه ديالهم ما لقيناش عندهم هذا المستوى الدراسي. بعدا اولا عند هاد الشيفورات وهاد المعاونين وانت كتشتغل كدير واحد الديباجه ديال واحد المشروع ديال دفتر التحملات فيه مستوى دراسي السائق ولا هذا. ثانيا كطالب هاد المهنيين بواحد الاقدميه كسائقين كاقدميه باللي كنجيو لهاد المزاولين واحد العدد فيهم ما وصلش لهاد المده ديال المزاوله كطالبهم بوثيقه ديال المهنيه. هاد القطاع مازال ما عندوش البطاقه المهنيه حتى مراكز التكوين اللي هي دايرها من الوزاره مازال ما كاينش الاليه ديال التكوين ديال السائق المهني ديال قطاع الاغاثه وقطر المركبات ديباناج يعني خلنا خاصهم اليات خاصه. هنا بي كنتكلموا غير على السائق والمعاون ديالو هما في واد والمهني في واد. طريق السيار جلسنا معها نحن شركاء مع طريق السيار جلسنا وصغنا دفتر التحملات اللي هو ملائم المهنيين والشركات طريق السيار وخرجنا بواحد التوافق ديال واحد دفتر التحملات اللي حنا اشتغلنا به دابا 7 سنوات. هنا باللي كيكون الشريك هنا دابا تكلمتي لي على الكيفيه والتقنيه باللي كيكون الشريك الوزاره الوصيه كانت شريك بناء على المدير على الشركه الوطنيه طرق السيار. جلسنا وخدينا واحد تقريبا واحد 4 شهور اللي هي ديال الحوارات مستدامه وتوصلنا على صيغه ديال واحد دفتر التحملات اللي هما خدامين به المهنيين ديالنا في طريق السيار وما كاينش مشاكل. تكلمتي على الكيفيه المهنيين مستعدين انهم يديروا جميع الاليات والكيفيه. بالنسبه للطريق السيار تختلف على المنظومه ديال 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 القطر داخل المدار الحضاري. بالنسبه للطريق السيار كتطلب لو سيستيم بلاطو اكثر من لو سيستيم هيدروليك. هنا توصلنا مع الوزاره على اساس يمكن لهاد المهنيين باش بهذا المفهوم يمكن لهاد المهنيين انهم يتوصلوا انهم يهيكلوا هاد السيارات بسهوله لان البلاطو ما كيطلبش شي حوايج اللي هما مهمين اكثر ما كيطلبهم القطر داخل المدار الحضاري. باللي كنجيو للمدار الحضاري نجيو للمدار الحضاري الجامعه اول الجامعه ما كاينش مواكبه من جميع الفرقاء لا من وزاره الداخليه كولايه ولا من الجامعه ولا من الشركه اللي خدات المسؤوليه ديال تدبير المفوض اللي هي دابا مازال في البدايه ديالها ومازال ما عندهاش صلاحيات كبيره. وهادو كيقول كودي كوعد منهم الا خداو الصلاحيه انهم يناقشوا معنا هاد الحوايج. نجيو للجامعه الجامعه ما جلسناش باش نحطوا الاليات النقط الكيفيه ديال اولا راه باللي كنجيو للوطوروت لوطوروت راه المهني خدام التسعيره اللي متفق عليها بالكيلومتراج بالسياره ديالو باللي ياخذها يديها اللي غتمشي للمحجز غتمشي للمحجز اللي غتمشي للديبو ديال 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 المهني غتمشي للديبو ديال المهني. وهنا غادي نرجعوا اللي ما افاد الكاس شركة طريق السيار اللي هي المهنيين اللي هي السيارة كتمشي للمحجز كتمشي للمحجز واللي هي كتمشي للديبو كتمشي للديبو واش كطالب شي نسبة مئوية من هذا الدخل المهني لهاد المقاولات. حنا اللي تفاجئنا به خطير اللي زاد افاد الكأس مع علاش توقفوا المهنيين دابا هذه تقريبا من لو 20 من نهار 20 وهو لقينا في المشروع شي حاجه غير قانونيه. حنا كنقولوا غير قانونيه ونتكلموا اللي عنده شي حاجه ما يثبت انها قانونيه يعطينا.
شنو هو القانون اللي كيخول الجماعه انها تستخلص 20% حتى 30% من المدخول ديال الديباناج للجماعه؟ شنو عاطي الجماعه لهاد كمرفق لهاد الناس لهاد مول ديباناج؟ شنو عاطيه؟ عاطيه ديبو كيستخلص منه الواجبات ديال القطر. واش حنا اللي كناخذوا الثمن ديال الواجبات ديال السيارات اللي هما كاينين في المحجز؟ حنا كناخذوا الاتعاب ديال القطر. ان هاد السياره بالامر ديال البوليسي كنهزها كنقطر بها المسافه، الا كانت في المخالفه عاديه القطر العادي لان كنديروا العمليه لان خاصه تنظيم 200 درهم، 200 درهم واحد المسافه اللي هي كتاخذها على حساب المسافه اللي ديال المده والمسافه اللي باش توضع بها هذيك السياره في المحجز. كيقول لك هذيك 200 درهم ياخذوا منها 30%. بناء علاش؟ واش انت شريك مع في الشركه؟ انت شريك؟ واش انت كان في ستاتي؟ واش انت كاري لي شي حاجه؟ واش كاري لي المحجز؟ بناء علاش غنعطيك 30%؟ وكتقول لي تاخذ 30% من السياره اللي هي غادي تخرج والسياره اللي ما غتخرجش؟ إذا كنتي شريك خاصك تكون شريك معايا في الغازوال، شريك معايا في السائق بالنسبة، شريك معايا المعاون، شريك معايا في السينيسيس، كيفاش نعطيك الاستخلاص ديال 30%؟ واش أنا كنربح 30% باللي كنجي لهذا الدخل اللي كندخل أنا، وكنحيد المدخول ديالي، نخلص الشيفور، نخلص المعاون، أنا غادي نعطيك الديباجة الحقيقية ديال شحال كيشيط حتى المول ديباناج، لأن نحيدوا الشيفور، نحيدوا المعاون، نحيدوا الغازوال، نحيدوا الضريبه، نحيدوا الفحص التقني، نحيدوا الخساره، بغيشيتنا حنا 30%، نحيدوا العمل النظامي، واش غيشيتنا حنا 30%؟ اللي نعطيها لك انت كجماعه مهاز محاط. بناء علاش؟ اش من القانون اللي كيخول لك انت؟ اش من القانون اللي هو المشرع عطاك هذه الصلاحيه للجماعه انها تستخلص من الشركات 30% في غير توقيع واحد العقد ديال كاري لي شي حاجه؟ السيده رئيسه العمده الدار البيضاء، اولا رحنا ماشي ضد الجماعه، حنا شركاء، الناس ديال الديباناج والجماعه والامن شركاء في السير والجولان بالجوده بالثمن المعقول، ما لك وما عليك، خاص الجماعه تجلس معنا. حنا ما كنقولش خاصنا نشتغلوا بداك المفهوم القديم راكم خدامين مع الامن، حنا ما خداميش مع الامن، حنا شركات مستقله، خاص يكون واحد دفتر التحملات اللي هو نتفقوا عليه وعلى البنود ديالو اللي كيضمن الحقوق والواجبات. قدينا نشاركوا معكم نشاركوا، ما قديناش شوفوا غيرنا او لا جهزوا الجماعه جهز القطر. ويكون هذا انا اولا كنتكلم معك بيضاوي قبل ما نكون مول ديباناج، خاص يكون هذاك الشيء شي حاجة اللي كتخدم وكتليق بالساكنة ديال الدار البيضاء.